صلی علی محمد و علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محمد و آل محمد. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة تؤتيني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك أعطاك الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد آذنت لك فدخل معه تحت الكساء. صلوات الرحمن صلی علی محمد و آل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله
فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا الْحَسَنِ وَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ إِنِّي أَشْمُ عِنْدَكَ رَأْيَةً طَيِّبَةً كَأَنَّهَا رَأَيْتُ أَخِي وَابْنِ أَمِّي رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعَمْ هَاهُوَ وَأَمَّا وَلَدَيْكَ تَحْتَ الْكِسَاءِ فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ نَحْوَ الْكِسَاءِ وقال سلام عليك يا رسول الله يا تاذن لي ان اكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا اخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء قد اذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد اذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ثم اتيت نحو الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرفي الكساء وأومياه بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخزتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكاتي ويا سكان السماواتي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله
إِنَّهُ نَامْ قَدْ آذَنْتُ لَكَ فَدَخَلَ جِبْرَائِيلُ مَعَنَا تَحْتَ الْكِسَاءِ فَقَالَ لِأَبِيَّ اللَّهَ قَدْ أَوْحَى عَلَيْكُمْ يَقُولُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صلوات فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام عزم والله فوزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام عزم والله فوزنا وسعدنا وكذلك سيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد